السلام عليكم، كي دايرين؟ لاباس عليكم، واش اخباركم؟ كلشي مزيان؟ تكون تكونوا بخير ومخصكم خير. مرحبا بكم عندي. كيف ما قريتو في العنوان، غادي نديوما ندير خضاس ديال الدجاج في الفران، وغادي ندير البطاطا حتى هي. بعد ما كنجيبو الدجاج كنغسلو وكنكونو مرقدينو كنشفو كنحطوه في اللاطه ديالنا، على حساب نتوما شنو بغيتو، الدجاجه ولا الخضار ولا على حساب نتوما شنو بغيتو. المهم المكونات الا وهي الزعتر. المهم انا درت 2 معالق كبار ديال الزعتر، كتشوفو نتوما على حساب الكميه اللي بغيتو نتوما. كنشدو الزعتر كنفركوه بحال كابين يدينا، وكنفرقوه على الدجاج ديالنا كامل. غادي نزيد شويه، مازال باقي عندي، غادي نزيد مازال عاوتاني نحكو بين يديا، وغادي ندردرو على الدجاج ديالي كامل. نزيد عاوتاني كما كتشوفو كنحكو هكايا باش كيعطي هاديك النسمه ديالو. كنديرو معلقه ديال الثومه، و عفوا كنديرو زيت الزيتون 2 المعالق كبار، ومن بعدها كندير الثومه. عندي انا الثومه يا غبره بودره، وحتى اذا ما كانتش متوفره عندكم تقدروا ديروا ريوس 2 دروس ديال الثومه او 3 على حسب نتوما كتبغيوها، وانتم عارفين ان الدجاج دائما كيبغي الثومه. كندير 2 محالق ديال التحميره ديال البابريكا كيف ما كتشوفوا، كنزيد عاوتاني معلقه اخرى، كنزيد عاوتاني كندردر كيف ما كتشوفوا. كندير معلقه ديال الخرقوم. هنا ماشي مشكل، واخا تفرقوا ولا سميتو، المهم الخليط في الاخر كله كنجمعوه بيدينا، يعني كنخليو العناصر كلها كتجانس مع بعضياتها، يعني ماشي مشكل. كندير معلقه ديال السكنجبير، وكيف ما كتعرفوا الدجاج هو كيبغي السكنجبير. زدت عجني واحد شويه لان السكنجبير زوين، وحتى الطعم ديالو حتى هو كيجي زوين. الملحه كندير شويه، ما كنكثرش منها لان من بعد كندير الموطارد، وكيف ما كتعرفوا الموطارد كيكون مالح. درت غير شويه ديال الملحه باش ما يجيناش الدجاج ديالنا مالح. وعفاكم ردوا البال لهاد القضيه هادي، ما ديروش ما تكتلوش من الملحه. كنديروا معلقه ديال الموطارد كيف ما كتشوفوا. شوفوا نتوما على حسب الكميه اللي بغيتو نتوما، وحتى على حسب الكميه ديال الدجاج اللي دايرين. انا درت 2 معالق ديال الموطارد كيف ما كتشوفوا. وهنايا كندير معلقه ديال الهريسه او 2 معالق على حساب الذوق ديالكم. انا الهريسه عندي جايباها من المغرب، الهريسه المغربيه. درت 2 معالق، واخا ما حرش بزاف، ولكن المهم واخا ما حرش بزاف ولكن زوينه. كندير 2 معلقات على حسب نتوما الذوق، وكندير الكيتشوب. ها هو كنديرو تقريبا واحد المعلقه حتى 2 معلقات كبار ديال الكيتشوب، كنوزعوهم بحال هكا على الدجاج، ومن بعد كنشد هادشي كامل وكنخلطو كيف ما كتشوفوا. المهم هاي القامه ديالنا كامل اللي درنا، كنشدو كلشي كنخلطو غير بشويه كنخلطو. كنخدمو تقريبا بوحدة بوحدة باش هادوك المكونات كلهم يدخلو في خلطة ديال الدجاج ديالنا. من بعد كنشدو الطاوه ديالنا كنغطيوها بالالومنيوم. اللي عنده البابير ديال 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 الطياب ديال المطبخ يديروه هو الاول، من الاحسن عاد يدير البابير الالومنيوم، ومن بعد يدخلو للفران خليه حتى يسخن على درجه الحراره 170.
وحطوه الوسط. من بعد ما كنكون ساليت من الدجاج ديالي كندير دابا البطاطا، ها هي كتشوفوها، لانهم غادي نخفيهم بجوجهم في دقه واحده في الفران. كنجيب البطاطا على حسب الكميه اللي بغيتو، شوفوا 5 الحبات 7 الحبات اللي بغيتو نتوما على حساب. كنجيبوها كنغسلوها مزيان كيف ما كتشوفوا هكا التراب ديالها، اللي بغى يخليها بالقشور ديالها يخليها، اللي ما بغاش يعني على حسب الذوق. حتى بالقشور كتجي صراحه رائعه وكتجي صراحه لذيذه بزاف. المهم كنجيبو البطاطا ديالنا كيف ما قلت لكم، كنغسلوها كنشدوها هايا، كنقطعوها على الشكل بحال غادي نقطعوا البطاطا في المرقه، ماشي بحال الفريز ما تكونش رقيقه بزاف. نشدوها نقطعوها بهذا الشكل هذا، ونقدو حتى هذه هي غادي نشدوها وغادي نقسموها باش ما تفرتش لينا البطاطا في الفران ديالنا كيف ما كتشوفوا على هذا الشكل هذا. بعد ما كنكون قطعت البطاطا ديالي هاي كيف ما كتشوفوا، كنحطوها في الطاوله اللي غادي نديرو. المهم كنديرو درت نص معلقه صغيره ديال الملح كيف ما كتشوفوا، درت نص معلقه صغيره ديال الابزار حتى هيايا، الثوم حتى هو كنديروه، الثوم كيجي رائع مع البطاطا وكيجي زوين سيرتو فاش كتكون مقرمشه مقرمله، كيجي زوين كتجي زوينه بزاف بزاف بزاف، كتجي زوينه صراحه. كنصحكم بالثومه بودره، اذا ما كانتش عندكم شدوا العاديه وحكوها. كندير هنايا تحميره معلقه حتى معلقه ونص حتى جوج معالق على حسب نتوما الرغبه ديالكم، على حسب اللون داك فاش كتكون مقرمشه كيكون واحد اللون فيها زوين بزاف. هاي كيف ما كتشوفوا هنا كندير معلقه كبيره ديال زيت الزيتون او زيت العود. هنا في الاعشاب كنستعمل الاعشاب اللي بغيتو على حسب الرغبه ديالكم، اللي بغيتو نتومايا على حسب كذلك الاعشاب اللي متوفره في الدار. انايا عندي اعشاب ايطاليه فانا درتها باعشاب ايطاليه، وعلى حسب نتوما اي يعني اعشاب عندكم في الدار، ماشي ضروره ايطاليه ولا اكلي الجبل، حتى هي كيجي بهم غزالين على حسب نتوما شنو بغيتو. صراحه كتجي رائعه وكتجي غزاله بزاف. في هاد الاثناء هادي مهم كيف ما كتشوفوا كنخلط القائمة كاملة في البطاطا، كنخلط كل شيء مع بعضياته كيف ما كتشوفوا، وكنحطها مقادة كيف ما كتشوفوا. هنا كنكون حطيت العناصر ديالي الدجاج والبطاطا بجوجهم في الفران، وانا كنطلع عليهم دابا كيف ما كتشوفوا، كيف ما قلت لكم على درجه حراره 170. مهم كيبقاو تحت المراقبة. كيف ما كتشوفوا من بعد مهم احتاجنا ديال الوقت تقريبا واحد 45 دقيقة، البطاطا ديالي هاي خرجها من الفرن، هاي مقرمشة ولذيذة، وحتى الريحة ديالها هي كتجي صراحة لذيذة بزاف، كنصحكم انكم تجربوها طيبة بزاف.
تقريبا انا الدجاج خليته واحد الساعة حتى هو كيف ما كتشوفوا فيه، هو وجات كتشوفوه حتى هو كيبان فيه صرح بنين حتى هو كيف ما كتشوفوا. المهم هو وجات الدجاج ديالي. الدجاج ديالي ها هو وجد، والبطاطا ديالي كذلك حتى هي وجدات ومقرمشين ومحمرين بجوجهم، وحتى الرائحه حتى هي لذيذه. ونخليكم مع الطبق النهائي. عافاكم ما تنساونيش بالاعجاب وباللايكات البنات، شكرا لكم بزاف بزاف. المهم ها هو الماكله ديالي وجدات كيف ما كتشوفوها. هذه الماكله صراحه سهله وسهله بزاف بالنسبه للناس اللي ما كيكونش عندهم الوقت، كتلوحي كل شيء في الفران. المهم انا عملت الرز ودرت شويه الفلفله شديتها قريتها وحطيتها لان صراحه في الجوع. المهم ما تنساونيش عفاكم وتفرجوا عليا الفيديو باللايكات وبالتعاليق الزوينه، شكرا لكم بزاف. نتمنى نكون يعني كنت خفيفه ظريفه عليكم. شكرا لكم، حتى الفيديو القادم ان شاء الله بصحتكم وراحتكم.